احتفلت هياكل بعلبك بميلاد سفيرة النجوم فأضاءت أعمدة قلعتها بصور فيروز وصوتها. كانت تغني ست فيروز على معبد جوبيتر فوق اللي فوق، وحتى كان المسرح تبعها يتواجد فيه بحدود 9000 نسمة. الغرف تبع الملابس كانت ورا 600 غرف الملابس اللي غيروا تيابهم فيها، وكون حاطين منقى اللي عم يكون في عليه شاي وقهوة، وكان عاصي ومنصور ينزلوا يقعدوا تحت. بأوتيل بالميرا كانت غرفتها تضل خاصة اسمها غرفة فيروز، ضل هاي لإلها للست فيروز. بعدها لهلا محجوز. بعدها لهلا محفوظة، وبعدهم أو أغراضها محلهم للست فيروز، وكل أهل بعلبك بحبوها للست فيروز لأن تفاعل بالخير وقت اللي تجي الست فيروز على بعلبك. أنا دليل سياحي حتى بقلعة بعلبك، وكبنا فيروز تقريبا أنا وكبت من 68 حفلات جبال الصوان وفخر الدين، وإجت رجعت بال 98 غنت ببعلبك، وبال 2006 بس كان حفلي وحده لانه اجى حرب 2006. وهي نجمه طايره بالسماء، نجمه عالميه فيروز. فيروز الحاضره في قلب بعلبك ونبضها، احتفلت بها مدينه الشمس والتراث واشرقت على هياكلها واشعلت اجواءها باغنياتها. ومنا صدفه انه عيد ميلاد السيده فيروز يتزامن مع عيد العلم، وهي العلم وهي الارز اللي تتوسط العلم. ومنا صدفة يكون عيد ميلاد السيدة فيروز عشية الاستقلال وهي الاستقلال. حفظت بعلبك تاريخها وتراثها، واليوم تسترجعه وترد الجميل.